كذلك هداية أولادك. فينبغي عليك أن تغتنم كل فرصة تحبب إليهم الإيمان بها، أن تنتقي أفضل الأساليب، أن تجعل لهم مكافآت، إن صليت الصلوات فسأعطيك كذا، إن حفظت من القرآن شيئا سأعطيك كذا، إن صدقت في القول سأعطيك كذا. فاجعل لأولادك جوائز على طاعتهم في بداية أمرهم. مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولكن هناك ثلاث سنين بين السبع والعشر أن يتعود الأولاد على الصلاة على فعل الخير، والجائزة لها وقع في القلوب. وإن كانت يسيرة حتى لا يظن البعض أنني أريد منه أن يرصد مبالغ كبيرة، الأولاد يفرحون بأقل شيء. فإذا اعتاد الولد الصلاة بإذن الله لن يتركها بعد ذلك. وقس على هذا كل خلق جميل تحب أن يكون في ولدك، وقس على هذا كل خلق سيء لا تحب أن يكون في ولدك.